السلام عليكم. Today we will study how to convert a table into a bar graph. Okay. علمتكم سابقا انه to convert a table into a line graph. هلا بدنا ندرس شيء جديد اسمه a bar graph. Okay. هلا عادة لما بيكون عندي أنا تيبل بيكون عندي أنا مثلا for example in this table we can see the variation of the quantities of oxygen and carbon dioxide in two different places. okay يعني بيكون عندي مثلا غاز الأكسجين بمكانين مختلفين okay أو بحالتين أو يعني أي شيء okay يعني كيف كان وكيف صار. فأنا هون عندي مثلا in the blood entering the lungs يعني مثل ما هون شايفين عندي هون بهيدا التيبل they measured the quantity of oxygen in the blood entering the lungs كانت الكمية 15 سنتيمتر كيوب بكل 100 مليلتر of blood okay and the quantity of oxygen in the blood leaving the lungs لما الأكسجين بيظهر من اللونجز they measured the quantity of oxygen طلعت 20 سنتيمتر كيوب per 100 milliliter of blood. كمان they measured the quantity of carbon dioxide. لاحظوا انه the quantity of carbon dioxide in blood entering the lungs كانت 53 سنتيمتر كيوب per 100 milliliter of blood. بينما in blood leaving the lungs the quantity of carbon dioxide كانت 49 سنتيمتر كيوب per 100 milliliter of blood. اوكي. انا لما بيعطوني هيك نوع من التيبل بدي حولها لبار جراف. اول شيء نحن بيكون عندنا باي جراف بيكون عندي اكس اكسس وبيكون عندي واي اكسس. هلا هون السكيل اللي انا بدي اخده بس باخذ سكيل بهالحاله على الواي اكسس. ما بعمل سكيل للاكس اكسس اوكي؟ يعني هون عندي انا الفاريبل عم يتغير حسب الكونديشن. مثلا هي حطيت لكم هون انا عندي مثلا هون قلنا نحن الفاريبل اللي عم يتغير هي مين كميه الاكسجين. الكوانتيتي اوف اكسجين كانت عم تتغير بكم بليس قلنا ان تو بليسز ان بلاد انترينج ذا لانج اند ان بلاد ليفينج ذا لانج. فبحط انا عندي ليجندز بعمل هون ممكن لونين هون مثلا انا على الاكسل عملت ان بلاد انترينج ذا لانجز عملت الكولر لها بلو ان بلاد ليفينج ذا لانجز عملت الكولر لها ريد. ممكن انتم لما تكونوا عم تعملوا دروينج او عم ترسموا هول البارز هول العواميد ممكن واحد يعملها هون مثلا هيك ينقطها ممكن واحد يعمل عليها لنقول وحدة تكون عادي يكون بار فاضي عادي وحدة يلونها وحدة مثلا يحط فيها دوتس. المهم يميز the two different places اوكي يعني بدي انا اعرف الفرق بين blood entering و blood leaving. هلا انا بالبداية دايما قلنا بعمل scale يعني انا مثلا هون لاحظوا هون عندي من ال 15 تقريبا لل 50 يعني باخذ السكيل المناسب. بلاحظ انه ال 10 سنتيمتر كيوب اخذت 10 اللي بعدها 20 اللي بعدها 30 اللي بعدها 40 اللي بعدها 50 لحد ال 60 وبحط انا هون يكون عندي ارو. باللاين جراف كنا نحط ارو على الاكس اكسس ونحط ارو على الواي اكسس. الاكس اكسس تحت. لاحظوا هون ان دروينج ابار جراف ما بنحط ارو على الاكس اكسس بس على الواي اكسس اوكي. وعلى طول انا حد على هيدي الجراف اللي عم برسمها البار جراف بده يكون عندي هون لجنز هون مصطلحات هول اللي حطيتهم كتير مهمين وضروريين. بحط انا سكيل كل بوكس اوكي على الواي اكسس يعني بتمثل لي 10 سنتيمتر كيوب بير 100 مليلتر اوف بلاد. شوف شو وحدة القياس الموجودة عندي بحطها هون اي رايت ات هير نير ذا سكيل اوكي. وهول كمان تابعين للليجندز. هلا انا كيف ببدا؟ اي بيجين ويز لنقول وذ ذا كوانتيتي اوف اوكسجين قد ايه كانت الكوانتيتي 15 بطلع. هلا لاحظوا كمان هون انا عندي هون البوكسز يعني انا هون بقسم هاي بوكس تاني بوكس تالت بوكس فورث بوكس فيفث بوكس يعني بقسمهم بس ما بيكون عندي عليهم سكيلز اوكي لانه انا when I draw the bar لما بدي ارسم هذا العمود بده يكونوا the bars equal in size يعني مش وحده بكون رسمتها
1 بوكس، التاني بعملها 2 بوكسز، لا نفس السايز بده يكون. لاحظوا السايز لإلها لهيدي البار نفس السايز، فإذا هون عندي بوكس بيكون عندي هون 1 بوكس. ولاحظوا I leave a space، يعني before ما قبل ما ارسم هول I leave a space قد ايه هذا. اوكي فتركنا هون السبيس ورسمنا هاي هون. quantity of oxygen كانت قلنا هون 15، بطلع انا لحد ال 15 اوكي سنتيمتر كيوب، وبعمل اول هون بار بار، برجع قديش الثاني ان بلاد ليفينج كانت 20، برجع اي درو ذس بار لحد 20، برجع. هلا هو هون المفترض عاده ان احنا وي ليف نفس السبيس اللي تركته هون، عاده بتركه هون اوكي يفضل. وقلنا مثل ما اتفقنا هون 1 بوكس، فهيدا كمان حجمه 1 بوكس. بتطلع قد ايه الكوانتيتي اوف كربون دايوكسيد ان بلاد انترينج ذا لانجز كانت هون 53، بطلع لل 53 وبرسم هيدا البار اوكي. اللي حدها كمان 49، بطلع لحد ال 49 وبرسمها على قد الكارو. كثير بساعدني لما بكون انا عم بستعمل ماث كوبي بوك اوكي، بطلع على البوكسز وبيطلعوا معه بيطلعوا معي جالسين البارز، نعملهم ويز رولر اوكي. هلا هون في عندي كمان بعد لهيدي البار جراف لازم يكون عندي انا هون يكون عندي تايتل اوكي. دائما اي جراف اي بار جراف اي شيء برسمه لازم يكون عندي تايتل حتى اعرف شو هو. هون بقول التايتل وي هاف ا بار جراف شوينج ذا فاريشن، شو عم بتفرجيني هون؟ الفاريشن اوف وات؟ The volume of oxygen or the quantity of oxygen and carbon dioxide in the blood entering and the blood leaving the lungs. Okay. هون ما في عندي as a function مثل ال مثل line graph، لا عادي بس بقول the variation شو اللي عم يتغير. The volumes of oxygen and carbon dioxide in two places in the blood entering and blood leaving the lungs. هلا هيدي القصة هون كمان لازم نكتب عندي the volume of the volume in 100 milliliter of blood. هول هيدا اللي موجودين بهذا البوكس لازم نحطهم هون، منزيدهم. هلا بنرجع على ال PowerPoint. بدي اياكم تعرفوا مثلا انا ممكن اعطيكم اكزامبل، ممكن انا اعطي اكزامبل ثاني لنقول the amount of immune cells اوكي. خليني اعطي مثل على الجريد 8 الاميون سيلز كيف كانوا قبل الانترنس اوف مايكروب وافتر. مثلا كان هون عندي عدد الاميون سيلز 1000، بعد الانترنس اوف ذا مايكروب انتو ذا بودي صاروا مثلا 2000 اوكي. فبرسم هون بدل ما اكتب سكيل 10 باخذوا 1000 2000 3000 4000 اوكي، بنقي السكيل المناسب. قد ايه كانت كميتهم لل خلينا نقول نحن لنقول فور اكزامبل الجرانيولوسايتس اوكي، قد ايه كانت لنقول كانت كميتهم لنقول 1000، بطلع انا لحد 1000 وبعمل اول بار. افتر ذا انفكشن بعد الاصابه وذ مايكروب طلعت لل 2000 اوكي. وبرجع بكون انا عطيتكم كذا شغله حسب قد ايش يعني الجيفن اللي بيكون، ممكن يكون عندي كذا غاز مش بس أكسجين مش بس الكربون ديوكسيد أوكي. Thank you all. السلام عليكم.